بقول لك يا سيد، الواد ده هيبقى صعبان عليه نفسه، ممكن يهلفط باي كلام ايا كان اللي هيقوله. مش عايزك تتدخل خالص. زعلي بيفرد الواد غلط او مد ايده او عمل اي حاجه. مالكش فيه يا سيد، مالكش فيه خالص. بقول لك صعبان عليه نفسه يا سيد. ها حاضر اللي انت شايفه. طب روح بقى عشان جاي. خش العربيه. السلام عليكم. ازيك يا علي؟ حبيبي. وتامر. استاذ تامر، انا عارف ومقدر اللي انت فيه، وعلى فكره انا غلطتهم ولومتهم كمان ان انا ما اتدخلتش في الموضوع من الاول. يمكن لو كنت اتدخلت ما كناش وصلنا اللي احنا فيه. بس هنعمل ايه بقى؟ نصيب. نصيب؟ نصيب يا علي؟ دي عيني. عارف ومقدر والله يا حبيبي، عارف. بس ده واد قليل ادب. لحكم علينا. هنستفاد ايه لو دخلنا السجن؟ عينك هترجع؟ لا. حقك هيرجع؟ لا. شغلك اللي راح برضه لا. يبقى اللي ناخده منهم احسن منهم. هتامر وليك عليا المبلغ اللي هنتفق عليه مع بعض هديهولك، بس انت تطلق تسحب المحضر وفلوسك هتاخدها كاش مش شيك. قلت ايه؟ 5 مليون. أنا قلت لكم طالع من ذمتي 1,000,000 جنيه بس، أنا عارف الواد ده طماع. والله يا عم كان ماسك في 5 مليون، أنا خليتهم 2 بالعافية. نعم، 5 مليون؟ ليه؟ العقل عملها له دي تسوى 5 مليون؟ ده هو على بعضه ما تسويش 10,000 جنيه. اسمعين، أنا ما صغرش علي ولدي بعد ما اتفق. ادفع المليون وانا ادفع التاني. هدية مني لولدك. يا حسن القصة مش قصة. خلصنا يا شمعين، خلصنا. والله ادفع النص وانت النص. هما مش ولادك هما ولادي. ايوه. علي خلص اللي تؤمر بيه يا حاج. بقولك يا ريمون، هاتلي العروسة اللي احنا جبناها امبارح. عايزي ياسين، سيبني اشتغل. تسلم ايدك. اي اوامر تانية؟ لا ميرسي يا ريمون، روح انت مشوارك، انا هقفل المكان. ما تتاخرش عليا الصبح. طب ما خليني معاكي وابقى اروح مشوار الصبح. ريمون روح مشوارك، انا هقفل المكان. يلا. حاضر يا دكتور، عن اذنك. يلا اتفضل.